عقد وزير الري هنسويلم ومحافظ مطروح خالد شعيب لقاء مع مشايخ واحة سيوة لمناقشة جهود تطوير منظومة الري وخفض منسوب مياه الصرف الزراعية بالواحة. كما تفقد وزير الموارد المائية والري ومحافظ مطروح خلال زيارتهما الميدانية لواحة سيوة أعمال تنفيذ تطوير منظومة الري وحفر القناة الناقلة لتصريف مياه الصرف الزراعي بسيوة لمسافة 33.7 كيلومترا شرقي واحة سيوة. وفي ختام جولتهم الميدانية بسيوة تفقد وزير الري ومحافظ مطروح منطقة بحيرة فط ناص لمتابعة مستوى منسوب المياه بها، حيث تراعي أعمال التطوير الأبعاد البيئية والسياحية والاجتماعية المتعلقة ببحيرة فط ناص. توجيهات فخامة السيد عبد الفتاح السيسي وضع واحد سيوة على خريطة السياحة العالمية مع الحفاظ على الطابع البيئي لها، ووجه سيادته برضه بحل مشكلة الصرف الزراعي الزائد اللي هي موجودة في الواحة من التسعينات فلا أكثر من 30 سنة إنها تتحل حلا جذريا وليس بسكنات، وفعلا بدأ الحلول الجذرية من خلال تواجد الهيئة الهندسية المؤسسة في إدارة المية وجامعة القاهرة ووزارة الري، وكان في دراسات مستفيضة ووصلنا لأنسب الحلول. واحد سيوة بتعاني بقالها فترة كبيرة من التدفقات الغير محسوبة من الأبار اللي تم استخدامها في عمليات الزراعة، وده طبعا تسبب في مشاكل بيئية ومشاكل اقتصادية لأنه هو رفع منسوب المياه الجوفية ورفع المياه بشكل ملحوظ جدا في البحيرات. وطبعا القيادة السياسية اهتمت جدا بالمشكلة دي وطلبت حل المشكلة من الجذور، وحل المشكلة من جذور معناها الرجوع إلى الوضع الطبيعي قبل ما تتفاقم المشكلة بدأ عدد كبير من الآبار.